أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس. ضيفنا اليوم صديق بوجعرة، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة المنضوية بالاتحاد المغربي للشغل، وذلك لفتح النقاش حول الاختلالات في منظومة النقل الطرقي بواسطة سيارات الأجرة. أهلا ومرحبا الأستاذ صديق. شكرا سي عبد الله على الاستضافة، وكنشكرو من خلالك الفريق التقني المواكب لنا في هذه الاستضافة، وأنا جد مسرور الاستضافة ديالكم لنا في هذا اللقاء هذا، وهذا شيء اللي معهود الموقع الإلكتروني أنفاس، لأنه دائما مواكب معنا المشاكل ديال القطاع، فين ما كان شي حدث اللي كيشغل بال المهنيين إلا وكنلقاو الموقع الإلكتروني أنفاس حاضر معنا. فأجدد لك الشكر باسمي وباسم جميع أعضاء النقابة الوطنية لسائقي سيارة الأجرة. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ صديق، وبداية وجهت لتنسيق نقابي أو خمس نقابات ممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارة الأجرة مراسلة لوزارة الداخلية بخصوص مراجعة الدورية 750. علاش هذه المراسلة وشنو مضامين ديال هذه الدورية هذه؟ بالفعل أنه في إطار التنسيق الخماسي اللي كيضم النقابات الأكثر تمثيلية، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين، الكونفدرالية، وبالطبع الاتحاد الوطني والفيدرالية. هذا التنسيق ماشي هو اليوم، التنسيق اللي عرف الميلاد ديالو منذ سنة 2018، واللي كان دخل في واحد السلسلة ديال الحوار مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بتأهيل القطاع والانكباب على الاختلالات اللي كيعرفها القطاع. بالطبع قد أثمر هذا السلسلة ديال الجلسات الحوار مع وزارة الداخلية، أثمرت محضر اتفاق، واللي من بعد غادي ترتب عليه صدور واحد الدوريتين وزاريتين 336 و 444 336 متعلقة بمراجعة داكشي ديال رخص الثقة والبطائق المهنية وضبطها، ومرتبطة كذلك بتعميم التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة مهني سيارة الأجرة. 444 جاءت لتأهيل القطاع لتكريس المهنية لضمان الاستقرار والاستمرارية ديال العمل. طبعا يعني هذه الرسالة جات بعد فوجئنا، قلت لي تفاجئنا أن الدورية الداخلية أصدرت دورية تحت عدد 750 اللي كتعلق بمعالجة تحويل ديال الرخص الاستغلال المتوفى أصحابها. فوجئنا كما فوجئ جميع المهنيين، بحيث أننا لم نستشار في هذا في هذه الدورية وفي الإجراءات اللي جات كتسنها. إذن كان بالضرورة أنه بعد القراءة ديالنا المضامين ديال الدورية 750 اللي اعتبرناها أنها تشكل تراجع خطير على ما تحقق من خلال الدوريتين 336 و 444، بحيث أن الدورية جات بحال غادا تنسف هذاك البناء اللي تحطت الأسس ديالو من خلال الدوريات المشار إليهما اللي هما 336 و 444. وشنو أهم الملاحظات ديال التنسيق النقابي على هذه الدورية هذه؟ هو تحديدا ما غاديش نقولوا الدورية كلها فيها أمور إيجابية، فيها الجانب ديال جات باش تأكد على الأمر ديال التمركز الإداري في التعاطي مع القضايا ديال القطاع، وهذا قانون اللي صدر، والإدارة ماشي يعني جات باش تفعل هذه المسألة ديال التمركز الإداري حتى فيما يتعلق بالقطاع مع العلم. راه غير بالنسبة لنا احنا التحصيل الحاصل، لأن أساسا التدبير ديال القطاع المشرع أعطى السلطات المحلية أنها تسن ضوابط لتنظيم هذا القطاع. اليوم بعد مرور أكثر من نصف قرن يلا اليوم الداخلية فعلات هذا
يعني هذا المقتضى القانوني اللي ديجا هو كاين في الظاهر المنظم للنقل 260 على 63 واحد، يعني كان المشرع حط هذا الامر. اليوم الداخليه الله جات بغات يلاه فعلاته، لان الكل تدبير ديال القطاع كان كلهم تمركز في وزاره الداخليه. مي في هذا الظرف جاو يعني كيف قلت عطاو الصلاحية تاني، عاود جدوا الصلاحيات للعمال والولات باش يدبروا، ولكن للأسف أخطأت الداخلية الموعد، بحيث أنه هذه الدورية لم تراعى فيها واحد العدد كبير ديال الأمور، واعتبرناها احنا راها تشكل تراجع على ما تحقق في هذوك الدوريتين، لانه خصوصا المقتضى ديال الالغاء، باش نقول باش ما نتكلمش على الدوريه كامله، فيها امور اللي مزيانه، فيها جوانب اللي جات كتكرس كذلك المهنيه متممه ل 444، ولكن في قضيه الالغاء ديال المأذونيات المتوفى اصحابها هنا يعني كنعتبروه نصف لكل هذا المجهود اللي يعني علاش خلقات يعني الدوريتين جوج خلقات واحد الامل لدى القطاع. يعني طالبتم بمراجعه شامله ديال المأذونيات، علاش؟ لا، ولكن ركزنا اكدنا ما طالبناش مراجعه الدوريات، ركزنا على الدوريه 750 هي اللي فيها المشكل. قلنا بانها لم تراعى فيها المقاربه التشاركيه، بحيث انه لم نشرك، لانه لا سمح لي الاستاذ عبد الله، لانه الاتهامات كلها توجهت للتنسيق الخماسي بانه كنا على اطلاع على هذه الدوريه، بمعنى اننا كنا مساهمين في 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 اعدادها وفي مناقشتها، وحنا التنسيق الخماسي بريء براءه الذئب من دم يوسف، لا علاقه له بهذه المذكره، لم نستشار فيها، لم يؤخذ رأينا. نعم. وإلا كان العكس هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. دونك حنا ركزنا على المقتضى ديال الإلغاء، هو في الدورية 750 ركزنا تحديدا على المقتضى ديال 700 على المقتضى ديال الإلغاء، وعندنا علاش بنينا هذا الموقف، عندنا علاش. نعم، وبخصوص المقترحات ديالكم بالنسبة للمأذونيات، شنو هما المقترحات اللي خاصة؟ أنا غير قبل ما نشير، قبل ما ندوز لهذ النقطة ديال المأذونيات والمطلب ديال المراجعة ديال المأذونيات، غير باش نوضحوا، لأن اليوم إلا شنا السياق السياسي ديال البلاد والالتزامات تاع الحكومة يعني واش كتستحضر يعني الوزارة الداخلية البعد الاجتماعي ديال البرنامج ديال هذا السؤال؟ هذا هو السؤال اللي مطروح. نعم. لأنه احنا استمعنا للتصريح الحكومي واستمعنا للالتزامات الحكومية والهاجس ديال إرساء الدولة الاجتماعية، والمقومات ديال الدولة الاجتماعية هي المحاربة ديال الفقر، المحاربة ديال الهشاشة، الاهتمام بالفئات اللي كتعيش واحد الوضعية هشة، وهذا قطاع سيارة أجرة سائقين يدخلون ضمن هذه يعني الفئات اللي كتعيش وضع اجتماعي هش. نعم. يعني ما كان عندها لا تغطية اجتماعية، لا تغطية صحية، ما كاينش الاستقرار في العمل، ما كاينش الاستدامة ديالو. دونك هذا السؤال اللي كيطرح، واش وزارة الداخلية تدبر هذا القطاع انطلاقا من السياسة العامة الحكومية، أم تدبره بمعزل يعني على هاد السياسة العامة الحكومية اللي كيف قلت أنها جاءت لإرساء مقومات ديال الدولة الاجتماعية، وحطت واحد العدد كبير تقريبا 10 التزامات، أنها توفر مليون منصب شغل طيلة هاد الولاية ديال الانتداب، مدة الانتداب ديالها، دام التعميم ديال التغطية الصحية والاجتماعية بهذه الدورية، خصوصا هاد الفئة ديال هاد الشريحة ديال سائقي سيارة الأجرة. نعم. أعتقد هاد الدورية جات باش تنسف هذا، ولا تخدم بالمطلق على سير المشروع ديال التغطية الصحية والاجتماعية، لأن المشروع ديال التغطية الصحية والاجتماعية هو التزامات مالية. نعم. وكاين الإجبارية، يعني الإجبارية ديال أن المهنيين خصهم ينخرطوا في هاد. نعم. وجيتي كتقول لي غادي نلغي ليه المأذونية في حالة الوفاة. شنو تصوركم ديالكم؟ إذا كيفاش غادي يمكن لهاد المهني، كيفاش هاد المهني يمكن ليه يبقى مستمر في أداء المستحقات ديالو ديال
ديال اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل الاستفاده من الخدمات وهذا ومن المفارقات يلا هذه السنه وفي اطار الحوار اللي كان مع وزاره الوزير المنتدب ومع وزاره الداخليه كذلك من اجل تمديد منحة الدعم الجديد للاسطول اللي ترصدت لها واحد الميزانيه مهمه من اجل تجديد اسطول ديال سياره الاجره وكتجيب هذه المقتضيات ديال الالغاء وديال هذا. ما فهمتش انا كيفاش غادي نحلوا هذه المعادله اليوم. ونعطي مثال، مستغل استفاد من المنحة ديال الدعم الجديد للاسطول، عنده عقد مستمر يلا دوز فيه واحد السنه ولا سنتين يستفد من المنحة الدعم ودار التزامات مع خاد قروض بنكيه وهذا، مات ليه صاحب المأدونيه، هذاك صاحب المأدونيه عنده ذوي الحقوق، ذوي الحقوق لا يستوفون الشروط ديال الاستفاده، اذا غادي يمشيو في المنحة ديال الالغاء. ماذا غيكون المصير ديال هذاك المستغل؟ لا في العلاقه ديالو مع التغطيه الصحيه، لا في العلاقه ديالو مع الالتزامات من اليوم، وهذاك هذيك المنحه ديال الدعم شنو الدوله كتلوح في الفلوس هكا. يعني هنا فين كيطرح سؤال، واش الداخليه تدبر داخل هذا السياق ديال السياسه العامه الحكوميه او تدبر خارج هذا السياق؟ هذه اسئله اللي انا صراحه ما نتمنى ان الداخليه توضح لنا واش هي الخلفيات اللي حكمتها في سن هذه الدوريه في هذا الوقت بالذات، اللي يلاه حنا في مرحله اعاده بناء القطاع وعطينا امل وتخلق امل لدى المهنيين، جات بغات تجهد هاد الامل هذا. شيء مؤسف. وبخصوص الدعم الذي منح للمهنيين النقل بخصوص المحروقات، واش كتعتبروه بديلا لمطلبكم الغازوال المهني؟ لا اعتقد، انت كتعرف المساله تاع الدعم هذاك، راه لم ياتي الحكومه نط مع الصباح على اثر الزيادات وعلى اثر الزيادات اللي عرفتها والارتفاعات الصاروخيه اللي عرفتها ثمن المحروقات وقرات رجات بعد نضال ونضال ذاك اللي خدته القماسيه مع باقي الاصناف الاخرى ديال النقل والتعلان على اضراب وهذا، وكانت كانت الاستجابه وتم تخصيص من حالي دعم الغازوال بالنسبه للفئه ديال يعني كاع الفئات ديال النقل. بالطبع حنا هذه المنحه على علتها المهم قلنا غادا تسد واحد غادا تساهم يعني في التخفيف نوعا ما من هذيك الزياده المرتفعه، ولكن لم تمشي يعني هذه المنحه ولا الطريقه باش دبرات ولا باش صرفات لم يعني ما كانش ماشي هو المتفق عليه، لانه من خلال درنا قراءه لهذا الواقع ديال منحه الدعم وهذا لم تذهب راسا الى المتضرر من الزياده ديال الغازوال اللي هو ذاك السائق سواء كان مستغل سائق او سائق. لانه هما اللي كيحملوا الكلفه ديال هذه الارتفاعات. حيث انه وهذا الامر تفهمناه، لانه الى جينا نعتمدوا على مثلا القاعده تاع المعطيات ديال وزاره النقل اللي هي المتمثله في البطاقه المهنيه، راه ماشي كلشي اللي عنده البطاقه المهنيه راه هو راه مهني ممارس. يعني لقاو هاد الصعوبه كاد على مستوى رخص الثقه بالنسبه لذاك، ما كاينش قاعده معطيات دقيقه لدى وزاره الداخليه. رخص الثقه منوحه بواحد الشكل ما غاديش نقول لك، يعني ما كاين ضوابط، ما كانش فيها ضوابط، ما كان فيها حتى شي حاجه. اللي طلب رخصه ثقه راه كتمنح ليه، راه العدد دابا راه واصل شي 110,000 ولا 120,000 هذاك، في حين ان الممارسين مثلا غير عطيك نموذج الدار البيضاء مثلا من دويت ماك على المغرب، راه داك الشيء يعد كاين مدن اللي لا يتوفرون على رخصه ثقه. اذا كانت هذه الصعوبه مثلا في البناء الدعم على الحاملين للرخصه الثقه والبطاقه المهنيه، ما كاينش واحد يعني القاعده اللي دقيقه المهني الحامل للرخصه الممارس واللي غير حاطه لدوير الزمان. لهذا التجأوا الاعتماد على البطاقه الرماديه في اعطاء المنحه، وهذا الامر كانت فيه مشاكل وكانت نتمنى والله. اما الحل
ديال منحة الدعم ماشي هو هو الحل الجذري لهذه المواجهات هذه الارتفاعات اللي كيعرفها. كاين شي حلول اخرى؟ كاين شي حتى اولا حنا كنا كنطالبوا المساله ديال الغاز المهني سمعتي حنا بعد كنطرحوا هذا، ولكن راه غادي تكون فيه غتكون فيه صعوبات تقنيه، ولكن بالنسبه للمطلب المركزي ديالنا راه لا يخرج على المطلب ديال الشعب المغربي اللي هو اعاده تشغيل مصفات ديال لاسامير، لان هي التي تشكل امننا الطاقي. نعم. سمعتي لان اليوم المشكل في التخزين في هذا دونك ما خيخرجش المطلب ديالنا على هذا العاجل بضروره استئناف سامير نشاط، وهذا التزام نعم. حكومي، التزام ديال السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والماليه بانه الدعم طالما الاثمنه ديال المحروقات كتعرف ارتفاع طالما الدعم سيستمر الى حين ترجع المستويات ديالها العاديه سيتم ايقاف الدعم، اما طالما ان الثمن ديال المحروقات يعرف ارتفاع راه سيستمر الدعم، وهذا التزام حكومي ونتمنى الله يكونوا يوفوا بالتزاماتهم. نعم استاذ صديق شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. كنا في اجابتنا شافيين، حاولنا نحيطوا بكل الامور اللي كتشغل بال المهنيين، وكنشكرك استاذ عبد الله على الاستضافه، وكنشكروا الفريق التقني ديالك. واجب. مرحبا استاذ صديق مره اخرى، شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، ونضرب لكم موعد جديد مع ضيف جديد.